لله طبعا على المكسب وثلاثة بونت طبعا احنا بنسعى ليهم على طول. طبعا كنت اتمنى ان الاداء يبقى احسن من كده وافضل من كده. احنا بيقابلنا سوء توفيق كبير جدا في الفرص, جينا عدد كبير جدا من الفرص وللاسف الانتاج بتاع الفرص دي بيبقى اهداف قليله, فهي دي المشكله اللي بتقرقنا لدرجه ان انا في التمرين يعني احنا تقريبا معظم التمرين بتاعنا بنشتغل على الجول عشان نحسن الموضوع ده. احنا بنشتغل وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. الهدف بتاع قطاع الناشئين ان احنا نطلع للفريق الاول او الفرقه الاعلى. احنا الحمد لله عندنا حوالي 4 أو 5 موجودين مع فرقه 99 ومعنا طبعا في ناس بتصعد للفريق الاول, وان شاء الله الفتره اللي جايه نحاول نصعد اكتر. طبعا الهدف الاساسي مش البطوله بس, الهدف الاساسي ان احنا نصنع لعيبه للفريق الاول, البطوله بتيجي في المقام التاني. يعني انا اصعد 2 لعيبه ده عندي اهم من احقق اي بطوله. احنا عندنا بطولات للناشئين كتير جدا, لكن احنا برضو بالرغم من كده احنا بنمشي في خطين متوازيين, ازاي احنا نصعد وازاي ان احنا ناخد البطوله, ودي المعادله اللي بنحاول نحلها ان شاء الله. طبعا الحمد لله بشكر ربنا على المكسب وثلاثه بونت. اي نعم كسبنا والحمد لله 3 بونت مهمين, بس احنا مش راضيين على ادائنا النهارده. ادائنا بيقابلنا سوء حظ كبير قوي قدام الجون, فان شاء الله كابتن مدحت هيشتغل معنا اكتر على حته الجون ديت, وان شاء الله نحاول نزودها الماتشات الجايه ان شاء الله. طبعا متضايق وزعلان مننا, فاحنا عشان سوء الحظ بيقابلنا قدام الجون ده بيضيع كتير قوي, فبيقول لنا اهتم اكتر قدام الجون, نحاول نركز اكتر, فان شاء الله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. الحمد لله على الهدف وعلى الاداء. احنا بس الماتش كان متعارف شويه في الاول والحمد لله خلصناه يعني, والكابتن مدحت متضايق شويه بس عشان الفرص اللي بتضيع, بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه نحسن الفرص ديت ونحاول نسجل اكتر من كده والبطوله بتاعتنا ان شاء الله. الكره بدات من عند حسون ولعبه كرمانتو ولعب بالعرض وانا حطيتها في الجون الحمد لله بدماغي يعني, واحنا متمرنين عليها يعني امبارح الحمد لله ونفذناها النهارده. كابتن تعليمك كابتن مدحت. احنا الحمد لله ماشيين كويس الفتره اللي فاتت دي كلها, بس احنا بس مشكلتنا عند قدام الجون ما بنخلصش يعني, بس لكن الكابتن مدحت بنشتغل على الحته دي كتير قوي في التمرين, والحمد لله يعني احنا ال 15 ماتش الحمد لله كلهم فوز, وان شاء الله باذن الله نكمل الموسم ده زي السنه اللي فاتت, ان شاء الله ناخد الموسم كله انتصارات باذن الله بلا هزيمه ان شاء الله.